أنه لم يعد هناك مجالا للغموض أو الخداع. فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص تتشر ديرو مناس نصو مغرب فرنسا على قصد طبات ويطلع كفر السوايع مع المغاربة. أنا من الناس اللي ما غاديش تمشي لمراكش دويقيخ، يا مغربي يا تون لي با وجه الويل. هني المنتخب المغربي بهذا الفوز هذا، وهني لينا وللراية المغربية لأنهم طلعوا بينا وطلعوا بينا مزيان، وهني لينا لحقاش عرفنا شكون المنافقين وعرفنا شكون هما لي فغي سوبورتير. كنتمنى على أن التجربة ديال المونديال تعلمكم على أنكم تعطوا القيمة اللي يستاهلوا القيمة. الموقف ديالنا على جبل البوز، يعني مني لبس التوني ديال فرنسا ونص شوف تعليق ديالك حول هاد دابا. شوف انا نقول لك واحد القضيه، لا يجوز الوجهان يكون عندك جوج وجوه. انا والله كنت كنحتارمو لو نختار ولبس القميص الفرنسي، غنقول هذا اختياره يعني هو حر، رغم انه مازال الاصل ديالو مغربي وبغى يختار فرنسا فهذا رايه الخاص. ولكن انك تلعب على الحبلين هذا كيتسمى نفاق. كون دابا منين فريض ان المغرب داز ثاني غيغوت ويقول راه المغرب وهذا، لا انا يعني يمكن نقول لك احترم قد المالح. قد المالح مغربي قح قال المغرب، رجل جاترينا بالمغرب اللي هو رونار، يعني في المسيرة الكروية ديالو ان المغرب عطاه كثير وزيدوا للعالمية وش مع كأس العالم. فهذا تقديرا واحتراما للمغرب اللي عطاه وبزاف ديال الحويج تضامن وقال انا كنشجع المغرب. فمن اللعيب بزاف يعني بصراحه غنقول ليه الكاميلي ديالك تقادات في المغرب، سير قلب على الكاميله في فرنسا. وحاجه اخرى، اللي بغيت نقول على الفريق الوطني او الجمهور، نقول للجمهور شوف الركراكي كنقولوا ليه شكرا، كنشكروك ان خليتي ان المغاربه انهم يفرحوا ويوليو يبكيو انهم ما تاهلوش لكاس العالم اللي في الوقت اللي كنا كنبكيو اننا ما كنتاهلوش للدور الثاني. وحاجه اخرى باش اننا المغاربه يكونوا فرحانين، هو ان الى فرنسا ولا الارجنتين داو الكاس حنا دينا العالميه. للتحكيم اقسم بالله ما كرهتش يعاودوا هذه المقابله، وغادي يشوفوا البيلانتيات اللي ضاعوا. يدعي انه مغربي ولا اعتقد انني نجي ونشد واحد توني ونجي نقسمه من جوج وندير هنايا نص فرنسا وندير هنا نص المغرب، ما عمرها كانت. راك دبزتيها ودبزتيها ديال بصح. السلام عليكم خوتي المغاربه، وتحيه من قلبي من قطر. كنت غادي ننزل اليوم ولكن نظرا للاكتضاض اللي كاين ديال لي فول غادي نجي ان شاء الله باذن الله حتى الغدا غادي نخرج من قطر. واخوتي المغاربه واحد النقطه مهمه ما بغيتش ننساها، سمحوا لي طولت عليكم بزاف ولكن توحشت البلاد، توحشتكم بزاف. بواحد النقطه اللي كانت قريبه منها بزاف، واحد الانسان يدعي انه مغربي ولا اعتقد، لانه تمغربيت ماشي في جواز السفر، وتمغربيت ليس في اسم، وتمغربيت ليس في انني نجي ونشد واحد توني او توني اللي هو ديال المنتخب الوطني ونجي نقسمه من جوج وندير هنايا نص فرنسا وندير هنا نص المغرب، ما عمرها كانت. احنا تربية الحسن الثاني ومحمد السادس، احنا يا اما ان تكون مغربيا او ان تكون خائنا، يا اما راك مغربي يا اما راك ماشي مغربي. كان افضل لو انك شجعتي فرنسا يمكن ندوزوها لك، نقولوا لانك عايش منهم وعايش بهم وداكشي ندوزوها، ولكن باش تجي وتلبس واحد توني وتقسم. فيا خويا سميتك راه باينه غير من خلال الكلام اللي غنقول دابا، راك دبزتيها ودبزتيها ديال بصح. يعني افضل لك انك تشجع المنتخب الفرنسي على انك تجي في الوسط وتقول كتشجع المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي. هذه معمرات كانوا المغاربه اصلا ما غاديش يقبلوها منك. حنا عندنا يا بيض يا كحل، ما عندناش شي حاجه بيناتهم، ف ما غادي نقول لك والو. وخاصه رده الفعل ديالك ملي تسجل الهدف الفرنسي وانت وي زعما فرحان،
ما غاديش نقول لك يعني بالنسبه لنا تخربيق هذاك الشيء اللي درتي وداك الشيء اللي لبستي. لا يمت للانتماء باي صله. فتحيه للمغاربه الشرفاء، تحيه لكل واحد كيموت على بلاده، تحيه للزياش وتحيه للناس اللي عندهم جنسيات وفضلوا بلادهم حتى اجورهم استغنوا عليها وعطاوها. فتحيه لتمغربيت الله الوطن الملك. فالحمد لله الحمد لله. الكره هي هذه. كنبغي نقول انني كنت في الملعب ملي هذا، كنا كنتواجدوا كاملين بيان في الملعب، شجعنا باللي قدرنا عليه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وصلوا لواحد المستوى اللي ما عمرش فريق لا عربي ولا افريقي ولا اسلامي ولا غيره وصلوا ليه الحمد لله. من خلالكم ومن خلال محبتكم وتشجيعكم كنبغي نشكر المنتخب الوطني كاملين على راسهم وليد الركراكي وكل اللاعبين اللي لعبوا بالاقدام ولعبوا بالارواح ولعبوا بكل حاجه فيهم. يعني فعلا اللي شفنا انهم كتبوا التاريخ، وهذا التاريخ اللي تكتب ماشي تكتب عادي، تكتب على مستوى ومستوى كبير على مستوى العالم باش يوصلوا للمربع الذهبي وباش يصبحوا في مصاف الدول العالميه. ما نساوش بانهم راه نفسوا الحاصل على اللقب او الفائز بكاس العالم 2018 ولعبوا بشراسه. انا انتقادي اللي كبير وكبير وكبير ومن كل قلبي فعلا للتحكيم، لانه المقابله كانت قدام عينينا، شفنا كيفاش اللاعبين كانوا كيتقاتلوا مساكن. ولكن ملي كتولي في التحكيم واللي في كذا، انا من الحوايج اللي فعلا اقسم بالله ما كرهتش يعاودوا هذه المقابله، او يعاودوا غير يتفرجوا في المقابله وغادي يشوفوا البيلانتيات اللي ضاعوا، غادي يشوفوا بزاف ديال الحوايج، حاجه اللي ضرتنا في خاطرنا. يعني اصبحنا نقول من وراء هذا. المهم احنا بالنسبه لنا في الاول والاخر هذا انجاز كبير اللي شرف الكره المغربيه وشرف الكره العربيه. ربما بزاف كيقولوا فنانه شنو علاقتها بالكره، خصهم يعرفوا بانه كل مغربي حتى الامهات الكبار في الدار حتى الجدات حتى كل شيء ولا مهتم بالكره، حبونا في الكره، حبونا في الوطنيه، حبونا في زادوا حبونا في واحد الحاجه كبيره اللي ما تابوش ليها. لانه في هذا المونديال راه ماشي غير تلعبت هذيك الكره، الكره راه مجرد بلاستيكه او لعبه، ولكن اكثر من هذا الشيء هو شنو ترى من وراها. توحدت قلوب العرب، توحدت قلوب افريقيا، توحدت قلوب المغاربه، تجمعوا كاملين على كلمه واحده انهم باغين بلد عربي مغربي عربي اسلامي افريقي يربح ويصبح في مصاف اوائل الدول. فكنقول لكم شكرا لاسودنا، شكرا لكم واحد واحد، شكرا لعرينكم، شكرا لكل حاجه. الحمد لله زائرتكم تسمعت في العالم كامل، فخورين بكم، الله يخليكم وشكرا. من خلالكم حبايبي كنبغي نقدم شكر كبير وكبير وكبير فعلا للمغاربه اللي تقاتلوا وتكرفسوا فعلا باش يوصلوا حتى لقطر، باش نقول بصراحه، لانه هادشي شفناه بام عينينا. مساكن كاين اللي كيبقى السوايع والسوايع والسوايع في المطارات كينتظروا، ماشي غير فقط جاوا من المغرب، جاوا من كل بلاد، كاين اللي جاوا من اوروبا، كاين اللي جاوا من الدول القريبه من قطر. ما نساوش هذا الشيء، الناس تعبوا باش يساندوا منتخبهم، هذا واجب انا كنعتبره. ولكن الغريب فاش تشوف البرازيل وتشوف الارجنتين ولا الارجنتين وتشوف اسبانيا وتشوف دول اخرى كتساندنا، فهذه حاجة اللي عجبتني بزاف. أنا غادي نحط لكم نبذة عن اليوميات ديالي بالأمس قبل وبعد المونديال. أنا بصراحة ما بغيتش نطول عليكم، ولكن بين الحوايج فعلا اللي ثاروا انتباهي وعجبوني بزاف هو مساندة الدول العربية كافة، دول أوروبا، الناس من أمريكا كيساندوا المغرب. حبك يا مغرب وصل كل قلب في العالم. اللي ما كانش كيعرف بينا عرف بينا، وعرف اننا تاريخ، عرف اننا بلاد الاسود، بلاد ال 12 قرن، بلاد التاريخ الذي كتب في مونديال 2022 بقطر. من خلالكم كنقول لكم شكرا بزاف، شكرا على المسانده، شكرا على الوقفه، شكرا لاننا ننتمي الى بلد عظيم اسمه المغرب. وشكري اللا متناهي واللا مشروط لكم انتوما الناس اللي حضروا والناس اللي كيشوفوا كانوا من خلال التلفزيونات، لانه شفنا